كابتن حسام، يا كابتن النادي الاهلي كابتن حسام. الو، معانا يا شباب كابتن حسام؟ معانا ايوه كابتن حسام عاشور. يا كابتن، ايوه حبيبي يا كابتن مصر، ويعني اكتر واحد رفع بطولات في النادي الاهلي وفي مصر بشكل كبير. مبروك يا كابتن. فاروق، ربنا يخليك. انا سلمي طبعا، انا ما اعرفش مين اللي في الاستوديو. طبعا كابتن شريف عبد المنعم وكابتن ربيع ياسين بيسلموا عليك، كابتن عادل عبد الرحمن طبعا وبيباركوا لك. حبايبي كلهم دولة التاريخ بتاع النادي الاهلي طبعا، كلهم الف حبيبي الف مبروك طبعا. كابتن حسام، يمكن دي البطوله رقم كام بقى في تاريخك؟ 33 الحمد لله. 33، يمكن احنا زودنا بطوله كمان، بس ده ان شاء الله جايه، ما تقلقش اكيد ان شاء يعني. الله. ان شاء الله. لا الحمد لله، الواحد اهم حاجه النادي، مش يعني الالقاب الشخصيه اللي الواحد بيعملها، بيعملها عشان خاطر النادي. يعني النادي هو طبعا رقم واحد، بتعمل بطوله الاول للنادي، وبعد كده بتحس في تاريخك. فبقول الحمد لله، مبروك للعيبه، كانت رجاله النهارده، مبروك للجهاز، مبروك للاداره، مبروك للجمهور طبعا اللي وقف معانا هنا في استاد هزاع. بقول الحمد لله، الناس كلها كانت على قلب راجل واحد، الناس كلها كانت قد المسؤوليه، الناس كلها كانت عايزه البطوله. انت يعني مهم جدا انت تبقى تبتدي الموسم ببطوله دي، تفرق معاك الفتره اللي جايه. صحيح حسام، يمكن المباراه يمكن كانت بعد 3 أو 4 أيام من مباراه القمه، يعني برضه مجهود كبير. انت ككابتن فريق النادي الاهلي كنت بتتكلم مع زمايلك قبل المباراه، وطبعا كان بيبقى اكيد في حاله من الاجهاد، انت كنت أكيد شايف المباراه ازاي انت من وجهه نظرك ككابتن الفريق؟ اكيد اكيد فاروق طبعا، انت يعني انت لاعب من 4 أيام بالظبط، ماتش اهلي وزمالك، وفي القاهره ملعب كبير، وجريت جري مش طبيعي، احنا جرينا جري كتير جدا، واحنا الفتره اللي قبلها كنا كل 3 4 ايام ماتش، كل ده لود علينا، لود على الفرقه. والنهارده بتلعب اهو 120 دقيقه وانت اصلا تعبان. فالحمد لله احنا دي اللعيبه يعني الكبار قعدوا مع اللعيبه كلها، وكنا بنعمل الفتره اللي فاتت اجتماعات، بنقول يا جماعه اهم حاجه البطوله، اهم حاجه انت السنه اللي فاتت انت جيت هنا وما خدتش البطوله مع الزمالك، فما كانش ينفع سنتين ورا بعض ما تخش السوبر. فده اللي احنا اتفقنا عليه، وده اللي احنا اتكلمنا فيه مع اللعيبه كلها. فالحمد لله الناس النهارده شافت اداء الحمد لله ونتيجه. بتشوف اصعب اللحظات في المباراه دي يا كابتن حسام بالنسبه ليك وانت داخل الملعب، واتكلمت بقى مع اللاعبين ان يبقى في تعليمات معينه منك انت ككابتن فريق وقائد داخل الفريق؟ ما فيش والله، يعني احنا يعني الناس كلها بتتكلم، يعني مش اللعيبه الكبار بس اللي بيتكلم، هو ممكن واحد صغير تلاقيه بيتكلم لو شايف حاجه، شايف في نقطه بيتكلم فيها. احنا يعني لما بنقعد مع بعض اللعيبه بس، يعني حتى الجهاز لما بيعمل محاضره مثلا ولا حاجه، بيخلص المحاضره بيتفرج مثلا على الماتشات خلاص، بيطلعوا بره، احنا كلعيبه بنتكلم، كابتن فرقه بس اللي بيتكلم، ولا الناس الكبار بس اللي بيتكلموا. اي حد عنده شايف حاجه في الماتش، شايف نقطه مثلا ممكن نتكلم فيها، شايف حاجه على الفرقه بتاعتنا، حاجه على الفرقه اللي قصادنا اللي احنا لعيبها، كله بيتكلم وكله بيفتح قلبه. والحمد لله الناس شافت الناس كلها على قد المسؤوليه، اللي لعب على قد المسؤوليه، واللي ما لعبش بره كان قلبه مع الفرقه، وده المهم. يعني حسام، احتفلتوا ازاي؟ انا شايفك ماسك الكاس وبتجري والناس بتجري، مش عايز تسيب الكاس انت حسام خالص. انا لا والله، انا يعني انا خدت الكاس بعد كده اديته لهم، كابتن حسام قال لي هات عشان عايزين نصور بيه، لكن عشان كده انا كنت بجري واحد اديته له يعني. لكن الاحتفال بقى الصوره الجماعيه، الاحتفال في الاوضه كان عامل ازاي؟ احكي لي. لا الاحتفال يعني في الاوضه الحمد لله الناس كلها كانت فرحانه وكل اتصور مع الكاس. يعني اللي انا عاوز اوضحه خلاص، احنا النهارده هنفتح. كابتن محمود الخطيب دخل لكم الغرفه ولا حاجه؟ اتكلم معاكم وبارك لكم في الغرفه؟ لا لسه الدنيا هنا زحمه، بس لا لسه اكيد هتكلم معانا في الفندق. انا زي ما قلت لك النهارده هنفرح وخلاص. ده انتوا عندكم ماتش يوم الثلاث ان شاء الله، من بكره هنحاول ان احنا نركز خلاص، يعني مش عايزين الفرحه تفوت كتير. النهارده خلاص هنفرح، ادي كان نركز ان شاء الله في عندنا ماتش بعد 4 ايام. صحيح. هنركز على مباراه الجيش ان شاء الله. حسام، تيجي بالسلامة ومبروك عليك البطولة رقم 33، ومبروك للنادي الأهلي اللي دائما أي حد بيبقى متواجد فيه، وخصوصا بقى لما يبقى كابتن كمان بتبقى حاجة مختلفة تماما. كابتن عادل عايز تسلم عليك طبعا. كابتن عادل عبد الرحمن عايز يسلم عليك يا كابتن حسام. كابتن عادل حبيبي حبيبي يا حس، يعني أنا ما شاء الله وصلت لل 33 بطولة يا حسام، ما شاء الله، يعني الحمد لله الحمد لله. تستاهل والله، وحتى وانت صغير تستاهل. لسه ان شاء الله عايزين نوصل ان شاء الله للعالميه باذن الله. ان شاء الله توصل لل50 كمان بطوله ان شاء الله. اللهم امين. تقدر تعملها يا حس، انت مجتهد طول عمرك.
وجدع يعني. ربنا يكرمك حسام، احنا بنشكرك ومش عايزين نطول عليك بقى، افرح وافرح مع زمايلك وكده، واكيد لو احنا في حد من اللاعبين جنبك ولا حاجه نقدر نكلمه يبقى حاجه كويسه برضه. انا قاعد والله في الاوضه اللي لوحدي، كله طلع اهو مستنيني. طيب خلاص، الف مبروك ومنتظرين طبعا عودتكم بالسلامه ان شاء الله بكاس سوبر ان شاء الله. كابتن نورت وشرفت كابتن حسام عاشور كابتن النادي الاهلي، و33 بطوله ببطوله اليوم بطوله السوبر، حاجه محترمه جدا زي ما انت قلت كابتن عادل. في انديه ممكن ما جابتش ال 33 ده رقم طيب. كبير جدا. اروح سريعا للمؤتمر الصحفي الخاص بكابتن حسام البدري ما بعد المباراه، ونرجع نكمل كلامنا وفرحتنا في الاستوديو هنا ببطوله كاس